قشطة. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا هتكلم النهاردة عن السينك والاسينك، او السينكرونيزيشن والاسينكرونيزيشن. عندنا في السوفت وير سيستمز، معظم السوفت وير سيستمز بيبقى فيها يا اما داتا او انفورميشن بتنقل من سيستم لسيستم تاني، سواء كان سيرفر تو كلاينت او ماشين تو ماشين، او في دايما بيبقى ترانسميشن ترانسميتر وريسيفر، وفي تشانل ما بينهم بيتم نقل الداتا من خلالها، الداتا فلو يعني بيتحرك. وهتلاقوا ان معظم السوفت وير سيستمز مبنيه على يعني اكيد فيها الجزء دوت، ان في داتا بيحصل لها ترانسفير من مكان لمكان، زي ما بتدخل على ويب بيج في الانترنت، او زي ما بيحصل اي ريكوست ما بين اي ماشين تو ماشين تانية، سواء بقى كلاينت سيرفر بير تو بير وات ايفر. المهم، في الـ علشان التو سيرفرز او التو ماشينز يعرفوا يكلموا بعض، لازم يحصل ما بينهم تنسيق. التنسيق ده ممكن يكون سينك او اسينك. اوكي، السينك ده معناه ان الكلاينت او الريسيفر بيسنكرونايز مع الترانسميتر بان هو يقول له ايه، اديني الداتا اللي عندك، او الايتم اللي عندك، او الايفنت اللي عندك. فاللي بيحصل ان بيجي الريسيفر ويبعت ريكوست للترانسميتر، اللي هو ممكن يكون سيرفر، ويب سيرفر، اي حاجه. لو الايتم اللي هو طالبه الريسيفر دوت موجود من قبل كده، حصل له كرييشن، تمام، فكل اللي هيحصل ان الترانسميتر هيبعت له الحاجه ديت. لكن اثناء الفتره ديت الريسيفر ما يقدرش يعمل حاجه، لان يعني هو بي اكسبكت ان هو هيبتدي يشتغل تكون كل الداتا اللي هو محتاجها عنده، فمش هيقدر يشتغل لغايه لما الداتا تجيله، غير ان هو فتح اوريدي نقدر نقولها مثلا سيشن او ريكويست. اللي فتحه دوت لازم يستنى لغايه لما تبقى الداتا كلها عنده ويبتدي يشتغل، فهيفضل بلوكت في الحاله ديت. لما تجيله الداتا بيبتدي يشتغل ويعمل لها بروسيسنج وبيخلص دوت، في اللي هي النورمال كيس او الهابي كيس يعني. لكن في بعض الاحيان بيبقى عندنا مشكله، ان زي في الكيس هنا، ان تكون الايتم ذات نفسه اللي انت طالبه لسه ما اتكريتش. فاللي بيحصل انك انت بتبعت ريكويست للسيرفر او الترانسميتر، ف بتقف عنده، بتفضل ويتنج، يا اما بتفضل ويتنج يا اما هتفضل كل شويه تروح له، كل شويه تروح له، بتعملها بتايم انترفال مثلا. بس خلينا نتكلم دلوقتي في انك انت بتويت لغايه لما هو يكاريت ويبعت لك الحاجه ديت. فانت طول الوقت دوت معمول لك بلوكينج، مش عارف تتصرف. الكلام ده بقى بيابلاي على وات ايفر، انت عندك ثريدز، عندك بروسيس، عندك مش يعني حاطط ثريد معينه عشان تقوم بالموضوع دوت، هي مش قادره تعمل حاجه، بلوكد لغايه لما يجي لها الداتا تبتدي تشتغل عليها في الفتره دي. دوت اللي هو السينكرونايزيشن او السينك. طبعا شايفين الوقت ده كبير اللي هو بيحصل فيه ويتنج، ودوت هي الكلام اللي كانت الناس بتتكلم عليه، ان هو بلوكينج ونون بلوكينج والكلام ده كله، ان هو بيفضل معمول له بلوك لغايه لما تجيله الداتا عشان يبتدي يشتغل عليها، ودوت بيأثر في البرفورمانس، البرفورمانس اللي موجود عنده. فلو افترضنا مثلا ان احنا عندنا 1000 يوزر او 1000 كاستمر بيكولوا السيرفر في نفس الوقت، والموضوع بعمليه سينك، يبقى انت مثلا لو افترضنا ان انت هتعمل ثريد لكل كاستمر منهم، فانت عندك 1000 ثريد واقفه لفتره معينه لغايه لما يخلص الموضوع ده. ده مثال يعني، مثال. فنيجي بقى للحته اللي هي بتاع، قالوا ان دوت بيأثر على البرفورمانس والوقت بتاعنا، لان انت
بلوجد في ثريدز بلوجد وقت طويل. فراحوا للحتة بتاعت النون بلوكينج. طبعا النون بلوكينج ده حدوتة تانية، خلينا يعني ايه نتكلم عليها. هي قد تكون انها واضحة من ال او قد تكون تتفهم ان السينك بلوكينج والاسينك نون بلوكينج، بس هي فيها حتة اختلاف كده، هنبقى نتكلم فيه كمان شوية. طيب نيجي في موضوع الاسينك، واللي هو كان يمكن بدأ في ال هو بقاله فترة يعني، بس بالنسبة للناس اللي هم زي حالاتي الويب ديفلوبرز بدأنا نعرفهم الاجاكس وبتاع مش عارف ايه، لغاية لما بدأنا نعرف ان لا ده في تكنيكس تانية كتير في موضوع الاسينكرونايزيشن. الموضوع ان انت بتسبسكرايب نفسك عند السيرفر، يا اما سبسكرايب يعني في ليها كذا مسمى، ان انت بتقول للسيرفر انا مستني لما يجي داتا معينة اللي انا عايزها تبعتها لي، وتنادي عندي الفانكشن الفلانيه وتديها الداتا ديت. فاللي بيحصل ان انا بستنى، يعني مش بستنى في الحاله ديت، انا بس ببعت للسيرفر بقول له لما تجيلك الداتا او تبقى افيلابل قول لي. فاللي بيحصل ان هو بيكاريت، لما بيكاريت عنده الايفنت دوت او الداتا من النوع اللي انا عايزها، بيبتدي ترانسميت، يعمل لها ترانسميشن على طول، ويكون عندي في السيرفر حاجه بتبتدي ستارت تشتغل. طبعا انا ما يعني ايه الفتره ديت كانت الريسورسز فيها فري، لما بيجي هو ينادي عندي الحته ديت بيبتدي مثلا ثريد تبتدي تشتغل بالداتا اللي هو بعتها، وبتخلص البروسيسنج وخلاص، وتعمل ريليز للريسورسز تاني لغايه لما ينادي هو تاني ويبعت داتا جديده. المشكلة في الموضوع دوت ان هو السيرفر قد يكون عنده داتا كتير قوي، فيروح باعتهم كلهم مرة واحدة او باعتهم ورا بعض. اللي بيحصل ان لو انا مش عامل حسابي في المستقبل الريسيفر بتاعي، هيحصل اوفر لاب وممكن يحصل كولابس لو انا ما عنديش عدد اناف من الثريدز تقدر تهندل الكلام دوت. وكمان ممكن تحصل مشاكل تانية اللي هي بتاعت مالتي ثريدنجز، ان هو الاثنين يكونوا شايفين داتا مش مظبوطه، ان حد يكون بيغير في داتا كومن ما بين التو ثريدز، والثريد الثانيه تكون بتقراها اثناء ما بتتغير فبيقرا داتا غلط. فدي مشكله ممكن تحصل لو انت مش مهندل الدنيا مظبوطه عندك في الريسيفر. فدي برضو المشكله اللي كنا بنتكلم عليها في الاسينك. نيجي بعد كده في كيوينج. ان كيوينج دوت ان هو قال لك بدل ما نحل المشكله بتاعت ان الترانسميتر والريسيفر ممكن تكون ما بينهم مشاكل في ان هو ده بطيء وده سريع والكلام ده كله، فاحنا قال لك هنعمل بافرنج للداتا اللي بتيجي من الترانسميتر، او نعمل لها كيوينج، نحطها في كيو. كيو دوت بي فيرست ان فيرست اوت، بيخزن الداتا اللي جايه من الترانسميتر وبيغير السبيد بتاعه الداتا اللي جايه علشان الريسيفر، عشان يقدر الريسيفر يشتغل عليها من غير ما تعمل له مشاكل. فده طبعا ليه برضو تكنيكس كتير وحاجات كتير، ان هو هل الكيو دوت يتحط في ال يبقى ما بين الاثنين، ولا يكون بفر عند الريسيفر مثلا، او فليه حلول كتير يعني. فيها كلام كتير الحته ديت. هنفترض في الكيس اللي هو بتاعت ان الكيو ذات نفسه ما بين الاثنين، ما بين الترانسميتر والريسيفر، فاللي بيحصل ان الترانسميتر بيبعت للكيو ملوش دعوه، وبعدين الريسيفر بيجي ياخد من الكيو ويشتغل عليه، او الكيو اللي هو كيوينج بيبوش الداتا للريسيفر عشان يشتغل عليه. ففي الحاله ديت احنا قدرنا نعمل توفيق ما بين السرعه بتاعت الترانسميتر والسرعه بتاعت الريسيفر وما حصلش مشاكل. الكيو دوت بقى المشاكل برضو اللي فيه ان هو ممكن يكون باوندد او انباوند.
لو هو bounded، يعني مثلا لو قلنا انه bounded ب 100، فهو بيستقبل 100 ايفنت من اللي هيبعتهم الترانسميتر. اي ايفنت زياده هيجي بعد ال 100 ديت قد ان هو يخسره، او ان هو هيبلوك الترانسميتر، وده معناه ان هو هيأثر على الترانسميتر، ودي ممكن تعمل برضو مشكله تانية. النقطه التانيه كمان ان هو لو احنا الريسيفر بيقرا من الكيو والكيو فاضي ما فيهوش حاجه، فالريسيفر هيفضل مستني. معلش انا دخلت الدنيا في بعض، خلينا بس نتكلم الاول على الباوندد والانباوندد. الباوندد ان هو مثلا 100، اكتر من 100 مش هيقدر يهندل الكيو، مش هيقدر يهندل اكتر من 100 ديت، ف يا اما هتلوز يا اما هتعمل اي حاجه من الحاجات دي. لو هو unbounded هتفضل الترانسميتر يبعت 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 يبعت، ودي طبعا ممكن تعمل لك مشكله في اللي هي الداتا، يطلع سوري في الميموري، يطلع اوت اوف ميموري، ويعمل لك overloading overflow للكيو ذات نفسه، وساعتها تحصل برضو مشكله. الحته الثانيه اللي كنت بتكلم عليها في الموضوع اللي هو الكيوينج، اللي هي برضو بلوكينج ونون بلوكينج، الجزء اللي هو بتاع ان الكيو عندي مثلا باوندد ب 100 والترانسميتر خلاص عايز يبعت ايفنتس، واحنا مش عندناش استعداد ان احنا نلوز اي ايفنت من الايفنتس ديت، فبنوقف الترانسميتر وبنعمل له بلوكينج من ناحيه السندنج سند الايفنت يعني. او الكيس الثانيه ان يكون الريسيفر هو اللي بيقرا من الكيو والكيو فاضي، كيو ما فيهوش اي حاجه، ففي الحاله ديت البلوكينج ان الريسيفر بيستنى يفضل واقف لغايه لما الكيو يبتدي يكون فيه اي ايفنت عشان يقراه ويبتدي يشتغل. فموضوع البلوكينج ده فيه مشكله، الناس بداوا يتكلموا على حته اللي هي بتاعت ان احنا نعمل نون بلوكينج كيو وان الرينج بافر والحديد ديت، ان احنا مش عايزين نبلوك اي من الترانسميتر او ريسيفر ونوقفه، فنبقى نون بلوكينج. نرجع تاني بس حته في الجزء بتاع السينك والاسينك. السينكرونايزيشن السينك سوري، انت عندك تو فانكشنز مثلا، هنفترض ان الريسيفر ده فانكشن والترانسميتر فانكشن او اوبجكت، تمام؟ فالريسيفر بينادي فانكشن معينه عند الترانسميتر وبيقول له انا عايز الداتا الفلانيه، الفتره ديت بيفضل واقف لغايه لما الداتا دي بتجيله ويبتدي هو يشتغل على الاساس ده. فهو اول ما بيبتدي يشتغل بيبقى ضامن ان الداتا كلها عنده وبيشتغل عليها، ومش هيجيله حاجه تعمل له انتربت في النص من ناحيه الداتا يعني. فعنده شويه حته اللي هو ضامن ان الداتا كلها موجوده عنده، فبيبتدي يشتغل عليها من غير ما يبقى عنده مشكله او عايز يهندل ان يكون جاي له ايفنت جديد او داتا جديد. لكن في الحاله بتاعت الاسينك انت لازم عندك تهندل حته ان ممكن يجي لك ايفنت على فجاه، ولازم تهندل الموضوع ده. فاللي بيحصل ان في حاله السنكرونايزيشن تقريبا الموضوع اللي هو الثريدنج من ناحيه الريسيفر، في حته ان انت عندك one instance، بنتكلم على one instance مش multiple، فتقريبا انت ما بتعملش حاجه، لان انت بتبتدي تشتغل لما تكون كل الداتا موجوده عندك، انت ما فيش حاجه هتجيلك على فجاه. لكن في حاله الاسينك انت دايما بيجيلك حاجات على فجاه، لازم ترد، لازم ترسبونس عليها، تمام؟ ففي الحاله ديت لازم تهندلها بشكل من مالتي ثريدنجز او كيوينج او البافرنج. يعني انت بتجيلك داتا فهتحطها يا اما في البافر، يا اما انت مثلا عندك بول اوف ثريدز، فتبتدي انك تستخدم البول اوف ثريدز دوت وتاخد منه ثريد وترن بيها الشغل دوت لوحده والكلام ده كله. ففي الحاله ديت هتحتاج انك تهندل موضوع المالتي ثريدنجز كويس. طبعا الكلام دوت انا بتكلم عن ان هو ان انستنس. ليه بتكلم عن انستنس؟ لان لو عندك مالتيبل انستنس فانت اوريدي عندك مالتي ثريدنجز مالتيبل انستنس، وهتضطر انك تمانج المالتيبل ثريدز في الحاله دي. طيب خلينا نتكلم عن النقطه بتاعه
الكول باك كول باك فانكشن. ليه دايما الاسينكرونس او الايفنت دريفن بيتكلم عن الكول باك فانكشن؟ هو الحته بتقول، الجزء بيقول ان الكول باك فانكشن مش هو اللي هيكونترول، هو بيدي كنترول لحد تاني ان هو اللي يرن الشغل بتاعه، بس بيقول له على مكانه فين. يعني انا بعمل فانكشن، الفانكشن ديت هي اللي هتهندل الايفنت، وبقول له ان لما يجي لك ايفنت جديد يا ترانسميتر نادي كول باك فانكشن ديت واديها الايفنت بتاعك. فكده انا عملت شويه يعني عملت ايزوليشن من عندي، من ناحيه ان هو ايه، مش انا اللي بكنترول الفلو بتاعي، لا ده في حد هو اللي بي 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 بيستارت الكول باك فانكشن ويديها الشغل بتاعه. طيب في نقطتين مهمين محتاجين نتكلم عنهم، اللي هي الفيوتشر. الفيوتشر ديت انك انت بتقول ان الثريد اللي انا شغال فيها دلوقتي هي بعتت ريكوست ومستنيه ريسبونس من الترانسميتر، فانا الوقت دوت مش عايز افضل بلوك زي الكيس اللي هنا يعني. فانا هعمل حاجه اسمها فيوتشر او ريفرنس للحاجه اسمها فيوتشر، والفيوتشر دوت هو اللي هيجي لي اول ما بنادي هنا، هيرجع لي هنا، فانا هقدر ان انا مسكت الكنترول تاني ابتدي اعمل اي شغل في الحته ديت، تمام. وبعد ما اخلص شغلي اللي هو واقف عليا ان محتاج مثلا اعمل كالكوليشنز او حاجه معينه، ابتدي اشوف الفيوتشر ريفرنس اللي انا جبته ده الداتا جت فيه ولا لا. فابتدي مثلا من اول هنا اهو هبلوك، اقول طب يا فيوتشر اديني الداتا بقى اللي جات لك، ولو ما كانتش جات لك استناها، انا خلاص خلصت الشغل اللي ممكن اعمله. طبعا ديت حته يوتيلايزيشن، ان هو بيحتاج بيعمل بيوتيلايز التايم بتاعه بدل ما يفضل واقف على داتا، بس ده في حاله ان هو عنده حاجه تانية يقدر يعملها. لكن مش بيريليز الريسورسز، يعني ما يقدرش. يعني ممكن طبعا يكون في تكنيكس انك انت تريليز الريسورسز في الفتره دي، بس اللي هو انت في الاخر برضو شغال سينك، معاك ريفرنس من اوبجكت هتقف عليه لما تيجي تقول له جيت، او لحسن حظك ممكن تكون الداتا جت، فانت لما تنادي جيت تلاقي ان الدنيا اشتغلت. فدي طبعا حته عشان يحسنوا اليوتيلايزيشن، بس ستيل مش ما نقدرش نقول عليها اسينك، لان انت ستيل سينكرونايزد مع الترانسميتر وهتبلوك في وقت من الاوقات. طيب الحته الثانيه اللي هي البرومسز يعني هي كانت في السكالا، بس بالنسبه لي انا اول ما خبطت فيها كانت في الجي كويري. البروميسز ان هو بيقول له بيعمل لك ريفرنس لحاجه، وبعدين بدل ما انت بتنادي الايفنت او الاوبجكت بعد كده منه، انت لا بتقول له لما تخلص اعمل كذا. هي شبيهه شويه بالكول باك فانكشن، بس افضل من كول باك فانكشن في حته معينه هوضحها لكم كمان شويه. فانت بتقول له لما تخلص اعمل كذا. في الجافا 8 سموها كومبليتابل فيوتشر، بتقدر تقول له زين اكسبت او زين ابلاي لو هتدي له فانكشن ثانيه، او عايز تكونسيومه فبتقول له زين اكسبت وبتدي له الكونسيومر اللي هيشتغل على الحاجه اللي جايه بعد كده. طبعا الميزه هنا ان انت برضو مش بتقف زي هنا، انت هنا لما جيت تقول له فيوتشر دوت جيت فانت وقفت، لكن في الحاله الثانيه دي لا، انت بتقول له لما تخلص نفذ كذا وخلاص، وبتمشي انت بقى مع نفسك، ما حدش بيوقفك. فدي دي بقى نقدر نقول عليها شويه ان هي ناحيه الاسينك، ان انت مش واقف على مستني، وفي نفس الوقت هو لما بيخلص هيديك الحاجه وهي اكسكيوت الكلام اللي عندك. فدي نون بلوكينج، هو كده ما عملكش بلوك للثريد الاساسيه اللي انت كنت شغال بيها اللي انت ماشي بيها، لكن هنا هيعمل لك بلوكينج في وقت من الاوقات او في كيس من الكيسز. فالفيوتشر برضو انا شايفه ان هو بينتمي للسينك
للسينك، والكومبليتابل فيوتشر او البروميسز بتنتمي للاسينك. طبعا موضوع اللي هو الجزء بتاع البافرنج دوت مطلوب من ناحية الريسيفر علشان يقدر يهاندل البريشر اللي جاي له من الترانسميتر. هنا الديزاين باترنز اللي بتلاقوها معظمها في الجزء بتاع السينك هي الاتريتور، انك انت الاتريتور دوت انك انت بتبتدي تروح للترانسميتر وتقول له هاز نيكست، ولو هاز نيكست بتجيب من عنده ده على اساس انك انت ما تفضلش يعني هاز نيكست دي عشان ما تفضلش واقف، بس هو طبيعي ان انت بتقول له نيكست 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 نيكست، فاللي بيحصل ان لو الداتا مش عنده او الايفنت مش عنده هيبلوك. في الاسينك هتلاقوا الديزاين باترن اللي ماشي معاه دايما او في معظم الاوقات اللي هو الاوبزرفر، انك انت في عندك اوبزرفر واوبزرفابل. الاوبزرفر بيقول الاوبزرفابل لما يجي لك اوبجكت ابعته لي وانا هنفذه، او نادي الفانكشن ديت وهي فيها الكلام المفروض يحصل. قلت لكم الفرق ما بين الكول باك فانكشن والجزء بتاع اللي هو البروميسز، ان الكول باك فانكشن لو افترضنا ان انت عندك هتنادي على عندك ايفنت هتهندله بشكل معين، بعدين محتاج انك تاخد الاوتبوت ده وتهندله تاني وتاخد الاوتبوت ده تهندله تاني وهكذا تهندله كذا مره. اللي بيحصل في الكول باك فانكشن انك بتلاقي كول باك فانكشن بدات، وبعدين واحده بعديها بدات، الثالثه بدات، الرابعه بدات، الخامسه بدات، وبعدين الخامسه بتقفل، تبتدي الرابعه تقفل، الثالثه تقفل، الثانيه تقفل، الاولى تقفل، بيظهر لك كده شكل زي سهم بيسموه كول باك هيد. طبعا هنا دي مش ريدابل، النقطه في المشكله في دي ان هو مش ريدابل، صعب انك انت تفهم انت بدات فين وخرجت منين وانهي فانكشن قبل يعني اللي قفلت وانهي فانكشن اللي شغاله والكلام ده كله، فبيعملك مشاكل كتير. ففي حته البروميسز الفرق هنا انك انت عندك حاجه اسمها زن غالبا، يعني في اخر البروميس ذات نفسه في زن تقدر تدي له فانكشن او تدي له اكسكيوشن معين او بروسيجرز معينه تقدر ينفذها. فبدل ما انت بتشغال بالطريقه اللي هي كول باك هيل ديت، فانت بتقول له زين اعمل كذا، لا يعني زين ديت اللي عايده على اول بروميس اللي هو هيجيب الداتا، تقول له اعمل كذا، وبعدين تقول له زين اعمل كذا فانكشن ثانيه، بعدين زين اعمل كذا وهكذا. هي دي فكره البروميسز، فانت بتحط له الفانكشناليتي بتاعتك بس بشكل منظم، مش محتاج انك تحط له كل الكود اللي انت محتاجه حتى تكتبه في حته واحده. فانت يعني ممكن تاخد البروميس وتقول له زين اعمل كذا، وبعدين تدي البروميس ده لحد تاني يحط هو الزين بتاعته علشان يشتغل بقى عليها والكلام ده كله. فهي يعني بتبقى منسقة عن الكول باك، وتقدر كمان يكون فيها اكتر من كنترول، يعني اكتر من حد بيكنترول البروميس. طبعا في حديثا بقى في موضوع الستريمز، يمكن انا مش عامل له هنا ديجرام معين او حاجه معينه، بس خلينا نتكلم على الستريمز اللي هي موجوده في الجافا 8. الستريمز اللي في الجافا 8 لو فتحنا الكود بتاعها كده هنلاقيها ان هي معتمده على ايتريتور، ان في ايتريتور وسبليتر. السبليتر دوت بيستخدمه عشان البارلزم، عشان يرن دوت بارل، فيقدر يرن على اكتر من كور، ديفايد اند كونكر ميكانيزم، يكاري ثريدز وكل ثريد تبقى على كور ويروح مقسم الشغل على الكورز اللي موجوده عنده على البي سي. لكن في الاخر هو بيستخدم اتريتور، هو بول ميكانيزم. سبليتر بيسبلت لك الداتا يعني لاكتر من ثريد، لكن ستيل انت بولينج. فاللي بيحصل انك انت بتيجي تقول له ستارت ستريم من ليست او من كوليكشن وات ايفر، وتبتدي تديها تعمل عليها حاجه زي مابينج اللي هو ترانسفورميشن، او تعمل فلترنج اللي هو بتبلوك شويه ايفنتس وتعدي ايفنتس ثانيه، بتعمل فانكشناليتي عليها وتبتدي تحط الفانكشناليتيز ورا بعض في
في ستريم. فاللي بيحصل ان الداتا بتيجي بتعدي على الفانكشنز ديت لغايه لما بتخلص الاخر، يا اما ريديوس يا اما كولكت، وبتجمع فيها الداتا اللي انت الاوتبوت اللي انت عايزه. النقطه في الموضوع، خلونا افتح لكم الصفحه بتاعتهم، اللي هو الرياكتيف ستريمز. الرياكتيف ستريمز قالوا لك ان احنا عايزين نعمل ستريمز زي عايزين نعمل ستريم زي اللي انت بتستخدمها ديت في الفانكشنال بروجرامينج، ولكن نخليها رياكتيف. احنا ليه الستريمز دي شغاله برضو اتريتورز والكلام ده كله؟ فطبعا المشكله هنا انك انت لو قلبت اوبزرفرز فلازم بيبقى عندك بافرز، والبافرز ممكن يحصل فيها اوفرلودنج والكلام ده كله. فعملوا هنا ميكانيزم، الميكانيزم ديت عاملين لها هنا API specification، API و specification و TCK، علشان لو حد عايز يimplement يقدر يتست الimplementation بتاعه ويشوفه هو مظبوط ولا لا. already ال specifications وال APIs ديت هتبقى في الجافا ستاندرد من GDK 9. هو الفكرة ان هو عمل لك ثلاثة او اربعة انترفيسز. خلونا نبص عليهم. الاربعة انترفيسز هما الببلشر، سبسكرايبر، سبسكريبشن، والبروسيسور. الببلشر هو اللي بيبعت الداتا، تقدر تقول هو ده الترانسميتر. السبسكرايبر اللي هو بيرسيف الداتا، او ده الريسيفر اللي بيستقبل الداتا. السبسكريبشن اللي هو السبسكريبشن ما بين السبسكرايبر والبروديوسر او الببلشر دوت نوع ايه، بيبقى فيها السبيسيفيكيشن بتاعت السبسكريبشن ذات نفسه اللي ما بين الاثنين. والبروسيسور ده انترفيس بيكستند الببلشر والسبسكرايبر، فهو بيبقى ببلشر لحاجات وسبسكرايبر من حاجات تانية. وظيفته ايه البروسيسور ده؟ ان هو يخش يفت في الستريم، رياكتيف ستريمينج، ان هو يفت انك انت في الستريم اللي احنا كنا بنتكلم عليها، انت بتعمل مابينج، بتعمل فلتر، بتعمل حاجه. فكل الكلام دوت هيبقى عباره عن سبسكرايبر للي قبله وببلشر للي بعديه. خلينا نفتح نشوف الفانكشنز اللي موجودة في كل واحد. هنا الببلشر ما بيبقاش فيه غير سبسكرايب. سبسكرايب ديت بيبقى فيها السبسكرايبر اللي عايز يعمل، شبيهة شوية بالأوبزرفر. أوبزرفابل، الأوبزرفابل بيبقى إيه، جاي له الأوبزرفر اللي عايز يسبسكرايب عنده. خلونا نبدأ الأول بالسبسكرايبر. السبسكرايبر جواه هنلاقي في 3 ميثودز. 3 ميثودز دول شبيهين وفي واحده زادت اللي هي بتاعه الاون سبسكرايب. فالثلاثه دول اللي هما شبيهين بالاوبزرفر بتاع ار اكس جافا. اللي هو اون نيكست وان ايرور وان كومبليت. اون نيكست اللي هو كل ما يجي ايفنت هتنادي على الميثود. on error لو حصل لك اي exception هتقول لي on error وتبعت لي throwable او الاكسبشن اللي ظهر لك او اللي حصل لك. on complete دوت لما تكون خلصت وما فيش اي داتا جديده ثانيه فبتقول لي on complete وخلاص ونقفل. الجديده هنا اللي هي on subscribe، ان هو once ان subscriber قدر يسبسكرايب في الببلشر فهيجي له سبسكريبشن، اللي هي السبيسيفيكيشنز بتاعت السبسكريبشن اللي هو عمله. لو جينا هنا بقى نفتح الانترفيس بتاع السبسكريبشن هنلاقي فيه 2 ميثودز، دول اللي بينادي عليهم السبسكرايبر. واحده اللي هي ريكويست والثانيه كانسل. نيجي بقى للريكويست، دي هي دي اللي فيها الـ الكلام شويه. تمام،
ان دي اللي بيقدر السبسكرايبر يونتيفاي بيها او يقول للبابليشر بيها انا سرعتي قد ايه او انا اقدر استحمل لغايه قد ايه. فلو جينا رجعنا للحته ديت لو جينا كده ان افترضنا ان الريسيفر هنا السبسكرايبر والترانسميتر هو الببلشر، فهنا السبسكرايبر بيبعت للببلشر بيقول له ريكويست قد ايه، ما بيقولوش ان انا بسبسكرايب وخلاص، بيقول له انا عايز مثلا 5. لا يعني ننزل برضو الحته بتاعت كيو، انا هنا مثلا السبسكرايبر بيقول للببلشر انا عايز 2. فلما هيقول له انا عايز 2 معناها ان السبسكرايبر عنده بافر يستقبل 2 او عنده ثريدز تستحمل ان هو يشتغل على 2. فاللي بيحصل ان الببلشر بيبعت له 2، ما بيبعتلوش اكتر من كده. فهي نوع من انواع ان السبسكرايبر بينتفاي الببلشر بالسبيد بتاعته، يعني بيقول له انا مقدرتي كذا فاديني كذا بس ما تدينيش اكتر. فلو السبسكرايبر عنده مثلا بافر في 10 فهيقول له اديني 10، ال10 جم خلص 5 هيقول له اديني 5، والبافر عمال بينقص من ناحيه في السبسكرايبر وهيزيد من الببلشر. وطبعا النقطه الثانيه ان هنا الميثود بتاعت الكانسل دي بيقدر بيها السبسكرايبر يقول له متشكرين يا عم انا مش عايز اكتر من كده خلاص انا ستوب الموضوع ده. طبعا قبل كده في الاوبزرفبل كان بيبقى فيه مثلا ليست للاوبزرفرز كلهم، والاوبزرفر هيحتاج ان هو يمسح نفسه من الليست دي لو مش عايز يستقبل حاجه تانية، او في بعض الاحيان كان اللي هو بيبعت الداتا بس انا خلاص ما بستخدمهاش، بس ده مش طريقه كويسه عشان ما بيعملش ريليز للريسورس. فهنا الميكانيزم اللي الناس هنا اشتغلوا بيها موضوع الـ Reactive Streams هي way أو طريقة، يعني طريقة علشان يخلي الـ Publisher والـ Subscriber يقدروا يتعاملوا مع بعض ويبقى في حاجة اسمها Back Pressure. الـ Back Pressure إن لو في ضغط على الـ Subscriber بيقدر يقول للـ Publisher يعني فك من الضغط اللي عندك شوية، عارفين انتوا اللي هو المقولة بتاعت ان المسمار الخشبة بتقول للمسمار دقك عليا جامد، فبيقول له لو كنت تعرف الدق اللي على نافوخي كنت حسيت بالموضوع. فهو ان لو قلنا ان الخشبة دي هي سبسكرايبر فهي بتقول للببلشر بتاعها اللي هو المسمار خف البريشر، فالمسمار يقدر يقول للشاكوش بعد كده ايه خف البريشر بتاعه. فهنا بنقدر يكون عندنا ستريم متكامل انك تقدر تحط كل البروسيسورز ديت. نفتح برضو البروسيسور، تقدر تقول البروسيسور اللي هو عبارة عن سبسكرايبر وببلشر في نفس الوقت ان انا كسبسكرايبر بقول للببلشر اللي قبلي خف اللود شوية لما بيكون السبسكرايبر اللي عندي قال لي خف اللود، يعني هي عبارة عن فلو كده ماشي واحدة واحدة. لو جينا مثلا نرسمها، بس مش عايز اطول في الوقت، بس خلونا نرسمها ان هو انا عندي 3 بروسيسورز عندي 3 بروسيسور، بروسيسور 1 بروسيسور 2 بروسيسور 3. فكل واحد من البروسيسورز دول عبارة عن sub 1 وsub 1 وده sub 2 sub 2 sub
3 فاللي بيحصل الداتا بتمشي بالفلو دوت ان هي ده بروديوسر لدوت وده عمل له سبسكرايب فيه وبعدين ده بروديوسر لده وبعدين الاوتبوت هيجي من هنا دي الداتا خارجة في الاخر في حالة البول انك انت كان كل واحد من دول بيطلب من التاني ان هو يديله الداتا اللي موجودة عنده بس طبعا دي مشكلتها زي ما قلنا حكاية البلوكينج في حالة البوش فهنا دول بيبوشوا كلهم على بعض فانت ده عليه ضغط من هنا من دوت لو كنا بنتكلم على اللي هو قبل الرياكتيف ستريمز فممكن يحصل له اوفر فلو تمام فالجديد في الموضوع اللي هو عملوه بموضوع الرياكتيف ستريم انه عملوا موضوع الباك بريشر ان دوت بيقدر يقول انا سرعتي كذا او يقدر يقول اديني 100 اديني طبعا دي مختلفة عن البول في ايه انك انت بتحط رقم يعني بتقول له اديني 100 وبتسيبه هو يوشلك 100 ورا بعض طبعا تقدر تعملها واحدة واحدة وفي الحالة ديت هتبقى شبيه قوي بموضوع انك انت بتريكوست 1 باي 1 انك انت بتعمل بول بس برضو نفس الحكاية انك انت انت بتدي له برضه في الاخر اون نيكست يعني هو اللي بيكسكيوت الفانكشن بتاعتك مش انت اللي بتكنترول الموضوع تمام فانت بتقدر من هنا انك انت تنوتيفاي يعني 3 ده يقدر يقول 2 الضغط عندي عالي فخفه او امشي بالضغط الفلاني يعني اديني 100 بس انا مش هقدر استحمل اكتر من 100 فهنا عملت طريقه انك انت تقدر تبلغ السورس بتاعك انك انت بتقدر تستحمل قد ايه والسورس ما يديلكش اكتر من اللي انت تقدر تستحمله دي فكره الرياكتيف ستريمز ببساطه شويه يعني مش بتفاصيل طويله طبعا انا خدت كنت الاي بي ايز ديت وعملت بروجكت سميته سمبل رياكتيف ستريمز الكلام ده من حوالي سنتين من بره فانا اللي عملته ان انا خدت ال اللي هو التي سي كي وال انترفيسز بتاعت الرياكتيف ستريم وعملت عليها امبلمنتيشن وتست كيسز علشان تفولفيل التي سي كي بتاعهم وده عباره عن سمبل امبلمنتيشن الكلام ده عملته تقريبا من سنتين 2015 يعني ممكن تبصوا في الامبلمنتيشن ده بس ده مش يعني مجرد ان هو عملته كده علشان اقول ان انا فاهم الكونسبت او عشان اثبت يعني افهم الدنيا اكتر فعملت الامبلمنتيشن عشان افهم بس لو جينا قلنا طيب احنا عايزين نستخدم الموضوع دوت فمين اللي هيقدر يبروفايده لينا بطريقه بحيث ان احنا نقدر نستخدمه في البرودكشن لو عايز تستخدم طبعا البتاع اللي انا عامله في البرودكشن على مسؤوليتك يعني بس اللي هو انا بتكلم ان هو ناس عاملين بقى فريم وركس مغطين حاجات اكتر بكتير من مجرد ان انت تعمل امبلمنتيشن ده اكزامبل مش ده اللي انا عايزه خلينا نروح على طول سامبلز منهم اللي هو رياكتور
بروجكت. رياكتور بروجكت ده بروجكت كان طلع من تحت سبرينج، على اساس ان هو يتعمل يهند الموضوع اللي هو الرياكتيف سيستمز. فلو دخلنا هنا هتلاقيه اول حاجه بيقول لك كرييت افيشنت رياكتيف سيستمز، وطلعت الرياكتيف ستريمز سبيسيفيكيشن اثناء ما هم شغالين على موضوع الرياكتور دوت. فخدوا يعني تبنوا موضوع الرياكتيف ستريمز سبيسيفيكيشن جوه، عملوا له امبلمنتيشن مش تبنوه يعني، لان هو ناس كتير كان شغال عليه. فعملوا امبلمنتيشن للموضوع دوت جواهم، وزودوا عليه، مش زودوا عليه، حطوا اللي هو الرينج بفر علشان يمانج البروسيسنج بتاعه. حدوته تانية يعني نتكلم فيها بعدين. فهتلاقي هنا كذا يعني كذا، بدأ الموضوع بقى يكبر معاهم، وعملوا له اكتر من بروجكت واكتر من امبلمنتيشن والكلام ده كله. لو جينا هنا نبص على الحتة دي، هنا بينتجريت مع اتنين، او بيوضح ان هو يعني شغال كويس مع اتنين او تلاتة من اقوى الناس اللي شغالة في موضوع اللي هو الرياكتيف بروجرامينج والكلام ده كله. احدهم اللي هو RxJava كانوا شغالين في الاول على الاوبزرفابل والاوبزرفر. هنلاقي هنا ان هو كاتب APIs for async programming with observable streams. بعد شوية هما بدأوا يتكلموا ان لا، احنا مش observable بس، احنا نخش كمان في ال reactive streams، احنا ن implement reactive streams اللي هو ال producer و subscriber. هتلاقوا هنا حاجات كويسة في ال reactive x، بعض التوتوريالز، وتتكلم برضو عن الكلام اللي احنا قلناه. فهتلاقي هنا بيقول لك ان هو the observable pattern بدل الاتريتور باترن، تمام، وان دوت بيفت مع الفانكشنال بروجرامينج كويس جدا. فتقدر تعمل الفانكشنال ستريمز باستخدام الباترن اللي هو دوت. هتلاقوا هنا في الدوكيومنتيشن دي حاجات كتير، هتكبر حاجات اكتر بكتير من اللي اتكلمنا عليه فيها حواديتي. ودي الشركات اللي بتستخدم رياكتيف اكس اصلا. يعني رياكتيف اكس تقريبا كان طالع من نتفليكس، ويعتبر من اقوى الفريم وركس في موضوع الرياكتيف بروجرامينج. تاني حاجه اللي هي الاكا ستريمز. اكا اول ما يعني اكا دي فريم ورك مبني على السكالا. هو الاكا في الاول اللي هو الاكا لوحدها هنلاقي فيه تو بروجكتس، في اكا بروجكت وفي اكا ستريم بروجكت. الاكا اللي هو الاكتور موديل، يعني انا قريت فيه شويه، ما اقدرش اقول ان انا فاهمه قوي، بس اللي هو في حاجه زي ميل ليست، ميل بوكس، والاكتور دوت بياخد من الميل بوكس ويقرا منه. الميل بوكس ده شبيه ان هو كيو، وفي الاكتور بيقعد يقرا ويكسكيوت الكلام اللي جواه، وفي نوع من انواع البروباجيشن بيعمل ديليجيشنز وحاجات كده، زي يعني حدوته شويه في موضوع الرياكتيف بروجرامينج. وكانوا عاملين شغل كويس جدا في الرياكتيف. هم عملوا رياكتيف ستريمز ديت علشان تفولفيل ويز الـ reactive streams specifications. وهنلاقي كمان الـ redback. redback احد برضو الـ frameworks المعمولة علشان بتقدم HTTP services، بقى web pages او REST services او whatever، بس بطريقة رياكتيف، وبيستخدم النتي للموضوع دوت، علشان النتي نون بلوكينج سيرفر، فيقدر ان هو يمبلمنت رياكتيف سيرفيسز للويب. وهتلاقوا كمان من ضمن الناس اللي عملوا امبلمنتيشن، اعتقد
فيرتكس. فيرتكس برضو كانوا شغالين على حاجة اسمها فيكتورز فيرتيكلز. سوري، الفيرتيكلز ديت عبارة عن حاجات برضو بيحصلها اكسكيوشن، بتحط فيها الفانكشناليتي وهي بيحصلها اكسكيوشن من في كنت بيحصلها اكسكيوشن من بره، مش انت اللي بترنها، فهي رياكتيف برضو. وكان بيتكلموا على ان احنا شغالين بديفرنت لانجوج. الحتة ديت اللي هي بتاعت ال بولي لوت، لغاية دلوقتي ما بعرفش انطقها كويس. المهم، فالفيرتكس تقدر تستخدمه مع كذا لانجوج زي الجافا، جافا سكريبت، جروفي، روبي. تقدر تستخدم كذا لانجوج على نفس البلاتفورم دوت، وهي عبارة عن هاندلرز. يعني هو بيقول لك لما تيجي الريكوست تهندله ازاي، لما بيجي ريكوست تهندله بكذا حتة اللي هي بتاعت اللي هو يعني كول باك، بس مش يعني هي مش بسيطة يعني بالبساطة بتاعت الكول باك فانكشن، بس ايه يعني ان هو بيحط هاندلر والهاندلر ده بيتنفذ لما يجي له ريكوست. فبرضه يعتبر من الناس القوية جدا في موضوع الاكتيف بروجرامينج. اعتقد ان هم عملوا بدأوا يمبلمنتوا السبيسيفيكيشنز برضه بتاعت الاكتيف ستريمز. كنت قريتها في مرة من المرة، لو هنا كاتب event driven و non blocking mechanisms. مين تاني؟ معظم الناس اللي هم شغالين في موضوع الرياكتف حاليا بيتكلموا عن الباك بريشر والحتة بتاعت الرياكتف ستريمز، ان يبقى في سبسكرايبر وببلشر وطريقة الكوميونيكيشن اللي بتتم ما بينهم. كمان هنلاقي ان هم بيتكلموا ان الموضوع ده عايزين يعملوه على مستوى النتورك بروتوكولز برياكتيف ستريمز اي او، وان ان دوت يقدروا يمبلمنتوه على ال HTTP وحتى ال UDP والويب سوكيتس، بس لسه ما فيش حاجه سوليد في الموضوع ده. كانت شفت حبه حاجات في الرياكتور اللي هو الرياكتور اي او اللي هو دوت، بس ستيل برضو الدنيا ايه مش يعني ما شفتش يعني دوكيومنتيشن واضحه وصريحه والدنيا كده كلير قوي. يعني لسه الموضوع ده في شغل، بس بمنتهى البساطه انت تقدر تستخدم الحاجات ديت علشان تمبلمنت عندك الرياكتيف سيستم. ودي الدوكيومنتيشن هتلاقوها بتاعت الرياكتور. في الحتة اللي كنت عايز اتكلم عليها التانية اللي هو هنا مثلا رياكتور كافكا، ان حتى الكافكا كان في الاوريون تقريبا برضو احد يعني المسجنج بلاتفورمز بدأوا ان هم يمبلمنتوا موضوع رياكتيف ستريمز، ان هو يعتبر بابلشر لحد وسبسكرايبر لحد تاني. فطبعا موضوع انا شايف ان موضوع الرياكتيف ستريمز دوت از يعني بومينج، والناس ناس كتير بتروح الموضوع ده. اخر حاجة عايز اوريها لكم اللي هو موضوع الرياكتيف مانيفيستو. موضوع الرياكتيف مانيفيستو ده طلع من امتى؟ حوالي يعني 2014، كان طلع بدري شويه عن الرياكتيف ستريمز. كانت الناس بتقول ان احنا عايزين نحط ميثودولوجي بتاعت ازاي الرياكتيف سيستمز بتشتغل، وكانوا بيتكلموا ان لازم يكون السيستم بتاعك ريسبونسيف، ريزيلينت، ليستيك عشان السكيلابيلتي يعني، ومسج دريفن برضو عشان السكيلابيلتي. فالمنفستو ده انا قريته كذا مره وكان بيحصل له ابديت، كل شويه يحصل ابديت. اللي خدت بالي منه اخر مره كنت بقراه ان هو بيتكلم عن الباك بريشر،
انا ما اعرفش دي اتضافت امتى، يعني اخر مره كنت قريت المنفستو من فتره ما كانش بيتكلم عن او ما ذكرش الحته دي اصلا. المسج دريفن كان اسمه ايفنت دريفن، فما كنتش خبطت في الحته دي. لو جينا على الجزء بتاع الباك بريشر هتلاقيه ان هو بيتكلم على الفكره برضو بتاعت الباك بريشر اللي هي موجوده في الرياكتيف ستريمز. ف الموضوع ده اعتقد ان هو الناس كلها مهتمية بيه حاليا علشان يحلوا المشكلة بتاعت ان مش عايز ابقى سينكرونايزد وبلوك، فافضل واقف لغاية لما داتا تيجي، او برضو مش عايز يحصل لي اوفر فلو ويكون الاوبزرفابل يبعت لي داتا اكتر من اللي انا محتاجها فيعمل لي مشكلة، يعني يحصل لي اوفر فلو او اوت اوف ميموري وات ايفر بقى اللي هيحصل، يعني المشكله اللي هتحصل عندي. فاحنا عايزين رياكتيف سيستم بس في نفس الوقت يكون مانجر. هي دي الحدوته بتاعت الباك بريشر اكتيف ستريمز. وبدات معاكم من يمكن من السينك والاسينك والفرق ما بينهم، بس هي يعني كان لازم نبتدي كده عشان نوضح الدنيا ماشيه ازاي. السبيسيفيكيشنز هتنزل في جافا 9 في كلاس او انترفيس اسمه فلو. هيبقى في انترفيس هنا هتلاقوا نفس الكلام اللي انا كنت بقوله لكم بتاع الببلشر والسبسكرايبر، وان السبسكرايبر بيقدر يطلب عدد معين من الايتمز ويجيله. فهتلاقوا هنا ديت اللي هتنزل مع الجافا 9 ان في عندي انترفيس ببلشر، في سبسكرايب انترفيس سبسكرايبر، في الفور ميثود دول اللي هو on next on error on complete من ال observable بتاع ال rx زائد ال on subscribe وال subscription اللي هيبقى فيها ال request وال cancel. و finally هنا ده ال interface بتاع ال processor اللي هو بي extend ال subscriber وال publisher مع بعض. دي طبعا هتلاقوها بقى حاجات بتتكلم عن البس السبيسيفيكيشنز والامبلمنتيشن بتاعتها والكلام ده كله. بس انتوا لو عايزين برضو تبصوا على احد الامبلمنتيشنز ممكن تبصوا على الامبلمنتيشن ده اللي انا عامله. كنت بحول جافا 8 كونسيومر لسبسكرايبر وبحول سبلاير لببلشر. اتمنى ان الفيديو دوت يكون مفيد، ولو في اي حد عنده اي سؤال يقدر يبعت لي في اي وقت، ونقدر نعمل ديسكشن للموضوع ونكمل ديسكشن في الموضوع دوت، ان هو موضوع الصراحة انا حاسس ان هو ده، يعني ده اللي الناس شغالة فيه دلوقتي يعني. فيبقى احسن ان احنا نحاول نفهم الموضوع. برضو النقطة الأساسية اللي عايز أقولها إن اللي أنا بقوله ده فهمي أنا، ممكن يكون فهمي مش مظبوط 100%. فأكون شاكر جدا لو أي حد هيصححني، ولو أي حد فهم حاجة تانية أو فهم رؤية تانية للموضوع يا ريت نشير نوليدج مع بعض، انا هبقى مستفيد وانتم مستفيدين ان شاء الله، ونستفيد من بعض يعني. ما فيش حاجه اسمها هو ده اللي انا فاهمه وبتاع ومش عارف ايه خالص. بس شكرا جدا، واتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بالفيديو.